بالدم. باختصار، الكلمات والوعود والتهديدات سوف لن ترجع المناظرين إلى ديارهم، سوف لن تسكت الاحتجاجات في كامل القطر، لن تقف الاحتجاجات ولن يتوقف نهر. واسمح لنا، ما نحشموش من الشهداء، ما ننتظروش من الناس هذا باش يعطونا طبق فيه كما بعض المنظمات تدعو فيه شوية ديمقراطية وفيه شوية لغة. هذه سوف لن تنطلي، تحيلاتك يا جحا لن تنطلي، لن يتوقف المد الشعبي والجماهيري وتقديم الشهداء والمناظرين إلا برحيلك يا نظام يا عمين يا ليكبت علينا يا متاع تطبيع. نحن في زنزيس نعرف أن من ماي حرام علينا ندخل الجربة، لأن فانات يا جماعة العالم أجمع والعالم الحر والعالم الديمقراطي. نعم. نظام ولا حاكم من ندوس الأنباس تفشل سياساته يخرج يغادر الحاكم. هذا هني مكبش بيديه وكرعيه ويبيع في الأوهام للعباد ويقول 300 ألف موطن شغل و60 ألف مش صحيح. وين كان غبر؟ وين كان غبر؟ أعطيك الصراحة، وين كنت تسعى ما انت يا شباب؟ أربعمية في النهار، أنا بشي دبر أربعمية في النهار. كانت الاحتجاجات تزقزق في البلاد، وثم واحد أحب حتى كي تنغرس شجرة في زمورة طلح يقول الردار هو ملك. وصلنا لو ترضى أنت وتحمل مسؤوليتك فيه وتحمل مسؤوليتك. لو كان فيه ذرة نتاع ياسر وطنية شوية أرجولية يمكن كان يتنحى جانبا، وتونس رايحة رجالة وقدمت شهداء، وجدودكم أنتم وباتكم في زرزيس حملوا الكرتوش من أجل حرية البلاد هذه، وفيهم البعض اللي ما زال عايش تعرفوهم، وجدودكم راح حملوا السلاح واتجهوا في 48 من يوم اغتصبت فلسطين. النظام اللي 20 عام يحب يفسخ هوية الشعب هذا نقول له لقد فشلت، نحن جزء لا يتجزأ من أمة مناضلة تتعرض لأكبر هجمة في التاريخ، وأنت جزء من الهجمة، فلترحل فلترحل فلترحل.